كون أفراد من الجالية السودانية في مدينة ملبورن ما أطلقوا عليه لجنة تخليد حضور محجوب شريف، حيث كان الهدف الرئيسي لهذه المجموعة تحويل الذكرى 40 لوفاة هذا الشاعر والثائر الاجتماعي الثقافي والسياسي الكبير والنادر في نوعه إلى حدث الاحتفال بتراثه الشعري الاجتماعي والسياسي وتخليد ذكراه. فكان أن أقيم هذا الحدث في 25 من شهر مايو في مركز فيلامنتون للخدمات الاجتماعية بداحية فيلامنتون الشهيرة الواقعة في مدينة ملبورن، حيث احتوى هذا الاحتفال على فقرات متنوعة أضاء بعضها جوانب أساسية ومهمة من حياة الراحل المقيم محجوب شريف، بينما مثل بعضها الآخر رسائل حب وتقدير اتخذت أشكالا متباينة إلى هذا الرمز الشعري والاجتماعي والثقافي والسياسي البارز. فيما يلي إليكم لقطات من معظم فقرات هذا الاحتفال. نلتقيكم في هذه المساحة وفي حضرة هذا الصوفي الزاهد الأستاذ محجوب شريف، نلتقيكم بحلم الوطن الذي طالما حلم به، نلتقيكم بكل الرقصات والطبول والرطانات الفصيحة، جيتن جيتو موس مدن كف ليكم سلن ناقروا بمول مم دقديقا أتنينا دبايوا كف ليكا. السلام عليكم ورحمة الله. الصاد الحضور ونستهل هذا اليوم في تخليد ذكرى الأستاذ محجوب شريف بكلمة اللجنة المنظمة مع الأستاذ عادل القصاص، فليتفضل. على ما ندم الاثنان بعد فترة قصيرة من عمر نظام 25 مايو الانقلابي وقاما بتصحيح مواقفهما من ذلك النظام، كما قاما بإدانة طبيعته الاستدادية غير الشرعية علنا مع كل ما صاحب تلك المواقف من انخراط دؤوب علني وسري للاثنين في عمل على الجبهات الثقافية الإبداعية النقابية والسياسية المقاومة لذلك النظام، حيث كان من نتيجة مقاومتهما الصلدة الخلاقة والمتواصلة الاعتقالات المتكررة لهما من قبل أمن ذلك النظام، علاوة على أشكال أخرى من المضايقات الروتينية، إلى أن سقط ذلك النظام بانتفاضة مارس أبريل 1985 الشعبية التي لعب فيها الخطاب الإبداعي لهذين العملاقين بالإضافة إلى عملهما في جبهات أخرى دورا بارزا يشهد له التاريخ. الآن إلى كلمة المنظم محجوب شريف. لن ينتهي، هذه حقيقته، ولكن من أين يبدأ؟ هذه تبدو معضلة، ولو لحين وجيز، خصوصا لأشخاص مثلنا ينشدون وينشدنا بذل جهد متواضع للتعبير عن حب والاحترام والتقدير والوعد الذي نكنه لهذا العلم المعلم والمعلم. أيبدأ الكلام عنه من شعره الذي هو ملمح أساس من ملامح هويته، أم يبدأ من مهنته كمعلم التي هي ملمح أساس من ملامح هويته؟ أيبدأ من مشاريعه العملية الذكية للتضامن الاجتماعي التي هي ملمح أساس من ملامح هويته؟ أم يبدأ من إيمانه المتجذر لإمكانية وآفاق التغيير الاشتراكي الذي هو أي إيمانه المتجذر ملمح أساس من ملامح هويته؟ أيبدو من تفاؤله الوقيت النضيد والنضير في أن الظلم المركب والقهر المركب، فأنا للظلم المركب والقهر المركب نهاية؟ الذي هو أي تفاؤله الوقيت النضيد النضير ملمح أساس من ملامح هويته؟ أيبدأ من هيبته التي تضوء إلى الطغاة التي هي ملمح أساس من ملامح هويته؟ أم يبدأ من بساطته التي ورثها من الناس العاديين البسطاء شرايين الأرض خالقوا ورثة ومورثو التاريخ الحقيقي، ثم خصبها بروحه
وممارساته التي هي أي بساطته ملمح أساسه من ملامح هويته. لكن المميز المنقذة المريحة والملهمة في أن أمر التأمل في شخصية محجوب شريف أو هويته الداخلية أنك لن تضل من أي جهة أقبلت عليه. هو البحر من أي النواحي أتيته، وجهته المعروف والجود ساحله. سؤالك كان بيعذبني ويقربنا ويزيد ما بيننا من الفهم ويزيد لي حماس وطفي قلبنا من النحاس وطار من عيني بعد النعاس. واحنا اثنين بنتقاسم هموم الناس. عهدك يا عز الناس اسامحك لو اذيتيني واهنتيني وبكيتي علي، ولو في يوم رميت سيفي ورفحت ايدي وخنت السور وجبت الزله وجيت والزله في عيني. حرام عيوني عيونك يغامزوني ويرحبوا بي، حرام ايدينك ينوموا وتالوا في ايدي. بس لكن يا ويلي ويا ويلي اقبل وين واقول يا منو لما نخون صباح العين واخون جيلي. عهدك يا قمر ليلي وحاد امنا الخرطوم اشيل شيلي واموت واقف على حيلي. اقول ليكي يا عز الناس على الوعد على العهد الوعد القديم جايين ما بين الثوره والسكين ثوريين حتى الموت ثوريين. واقول ليكي يا صباح العين بنادق وين بتمنعنا العديل والزين. والان مع كلمه ابناء جمال النوبه والاخ مختار. ضيوفنا الاعزاء مساء الخير. حول لويس الجوانجا قالت اليسا تيريلوي الحديث عنه حديث عن الشعراء وليس عن ضحايا الخيالات، عن الشعر وليس عن الشيء الذي يلمع دون ان يكون ذهب. لم اجد ابلغ من هذا القول في التعبير عن الاستاذ الحاشد على الاستقبال الحاشد لمحجوب شريف الذي عاد الى الوطن معافى بحمد الله عشية يوم الشهر العالمي. ويا لها من مصادفة لمحجوب عادات مختلفة في النظم حد الفرادة، فهو لا يجلس قط الى منضدة لكتابة قصيدته الا بعد ان تكون عدلت معارقها واستدارت خلقا سويا. اما مراحل تكوينها الاولى فغالبا ما تتخلق لديه ماشيا على قدميه، حتى لقد لقبه الصديق الحميم عبد الله على ابراهيم بالامي تحببا. تجده كثير المشي بقدر غزاره انتاجه في حوش البيت وفي باحه السجن او حتى داخل زنزانه مغلقه مثلما في ازقه الدرمان المتعرجه وساحاتها المحتشده بالعنفوان وبالاخص سوقها الكبير الضاج بالحيويه. ولعل هذا ما يفسر اكتظاظ قصائده بمختلف الحالات والحكايات والصراعات الانسانيه. النفاج هو في المدارس البريطانيه في لندن للاطفال اللي بيدرسوا باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. مشاريع محجوب شريف هي متطوره ومتواصله وما زالت تحكي عن سيرة هذا الرجل العظيم الذي ارتبط فكره بالممارسة اليومية وارتبط شعره بتفاصيل حياة الناس الشعبيين من أجل التغيير الاجتماعي والسياسي في بلادنا. نال درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الأحفاد عام 2012 وكان ده تتويج لحياة هي بنعتبرها نحن يعني هي حياة بتاع خدمة حياة كلها عطاء وبذل لهذه المجتمعات الفقيرة ومن أجل النهضة الاجتماعية والاقتصادية للسودان. ده محجوب شريف. الحقيقة أنا يعني واقف أمامكم نيابة عن جمعية جبال النوبة للثقافة والتراث بهذه
مناسبة. أنا بحيي الحضور الكريم وحقيقة الحديث عن الراحل المقيم محجوب شريف. الواحد لو قلنا نتحدث حتى الصوف ما هنقدر نفي الراحل محجوب شريف حقه. باختصار هم رسل الكلمة، رسل المحبة، رسل الإنسانية، رسل الخير للشعب السوداني. صراحة نحن لما الواحد لما نشوف إنسان في مكان الراحل المقيم ويشوف الحضور بجد أمر محبط حقيقة، لأنه ما تقدر تفهم اللي بيحصل إيه. ونحن ما زال الطريق طويل أمامنا مع الظلم، مع الطغاة، مع الجبابرة، ما قتلت الشعب السوداني. فبهذا العدد الضعيف، بهذا العمل الكبير وعدد الضعيف ده بيخلي المسافة تكون بعيد من الوصول إلى ما سعى إليه أولئك الذين رحلوا مكرمين من أجل الحرية، من أجل المساواة، من أجل الحق، من أجل الإنسان، من أجل الوطن. فأسأل الله إنه يهدينا جميعا، والناس تعي بدورها تجاه الوطن وتجاه القضية بتاعتها. وشكرا جزيلا على هذه الفرصة، ونحيي الحضور مرة ثانية. السلام عليكم. مواصلة لما كتبه كمال الجزولي عن المرحوم، تكمن خلف ذلك عجيبة أخرى من عاداته في التأليف، فهو لا يتحرر الهدوء ولا ينتظر هبوط وحي أو إلهام، بل يأخذ الشعر غلابة فيذهب بنفسه راجلا إلى حيث وحيه في ضجيج الحياة، وإلهامه في حركة الناس اليومية، في عبارات يلتقطها من فم حمال بسيط أو زوعة تسود تحت أقدام مشاجرة مدرسية، أو كلمة تغذب بها أم تتضجر من غلاء المعيشة، أو تخطيبة ترتسم أول النهار على جبين أب مفصول للصالح العام، أو حكمة ترسلها عجوز تتعجب من تغيير الدنيا والأحوال، أو ترنيمة يمطها بائع متجول ينادي على مضاعته الكاسدة، أو معنى خبي يطل فجأة من عيني صبية كابية الجمال قد لا تثير الاهتمام في محطة بس، أو ترميز طبقي يجاهر بفحشه والسلسلات فعلة يترصدون الرزق بناصية بنك يتجهمهم من أول الصباح، وإذا يفعل ذلك لا ينقل هذه التعبيرات بحرفيتها إلى بنية قصيدته، وإنما يعمل فيها من طاقته الهائلة على مقابلة جدل اللغة والمجز السلس بين العامية والفصحى، واللعب البارع على جرس الحروف ورنين الألفاظ، وتقطيع الجملة الشعرية الواحدة إلى مجموعة جمل قصار، والاشتغال على القوافي الداخلية المتتابعة والمتغيرة مع الإمساك الجيد في كل الأحوال بخيط الغافي الأصلي الأساسي، والكثير الكثير إلى ذلك مما في مخلاته من أدوات سحر القول الشعري وحيله المبهرة. والآن سيداتي سادتي، مع أطفالنا الحلوين وعرض لرسوماتهم، وتدخل لنا قراءة شعرية من الطفلة الجميلة مهيرة فايز الياس. يقدم ولا براك المرتبة جاك من جبال من مكتبة، أنت أبوها مرتبة، أم سدنا دين دكان حسن كسرني توب ونجدنا كم مرتبة، جاي هبيتنا القديم السقف ذاك والمصطبة، بختي أختي همي أختي همي شيلي 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 أختي أنتي. Today we'll be talking about the
poet Muhjib Sharif, who was born on the 1st of the 1st, 1949, and died on the 2nd of April, 2014. Poet Muhjib Sharif wrote the Qubul Sudanese Arabic, creating his own unique style of poetry that explored passionate themes such as the meaning of belonging and homeland, of the personal collective identity while advocating the strive for social justice and peace and communal harmony in Sudan. In a country marred by civil wars, social, regional and ethnic unrest for over five decades, since independence from British rule, Mahjoub's poetic voice seems to inspire and unite the majority of Sudanese public, celebrating their many diverse backgrounds and urging us to build the country of our dreams. In all this, he remained the poet, the artist with a unique edge and style, who was widely and affectionately dubbed the people's poet. Due to his committed political social activism, Mahjoub was dismissed from his work as a primary school teacher and spent many years of his life as a political prisoner. As a result of long years of detention in prisons in very poor condition, he developed lung fibrosis, which later caused his early death at the age of 66. During his many years of confrontations with the authorities of two military regimes, Mahjoub Sharif rejected the idea of leaving Sudan, and he chose to express his struggle through his art as a poet, continuing to his life as a social and political activist in the country he cherished and among the people he loved. With the passion of an artist, Mahjoub Sharif launched many creative and inspiring practical initiatives in the field of humanitarian work. Mahjoub lived in a very simple life and reflected the same ideals he voiced through his poetry. In celebrating the lives, struggles, aspirations, and dreams of the majority of Sudanese people who live under the poverty line, he reflected this in his social activism. He was a supporter of the poor and an activist of their strive for a better and just society. Mahjoub's poems reflect on the root concepts of his humanitarian projects in Sudan and the essence of the great work he established and inspired. The Give Back Organization in Sudan. The idea of the Give Back Organization in Sudan came during Mahjoub Sharif's illness while suffering from lung fibrosis. A huge public donation campaign was organized by the Sudanese people, both at home and abroad, to help facilitate their poet's treatment in London, UK. Mahjoub was immensely touched by the gestures of care and love as he saw the well-wishes from all parts of the Sudanese society, praying for his recovery and contributing to the costs of his medical trip. His first reaction was to express his gratitude by establishing the Give Back Initiative as a mark of appreciation for the support he received during his illness and time of need. The main objective of the organization is to serve the needy and disadvantaged individuals and groups in Sudan by extending a helping hand. This is achieved in practical ways by contributing to ease the financial and medical hardships faced by many Sudanese families who live in a social system that continuously fails them, depriving them for basic healthcare and social security. The organization also aims at supporting the several disadvantaged groups such as orphans in society. The Give Back Initiative was established as a voluntary charitable organization with the main objective of encouraging members of the multi-ethnic communities of all Sudanese at home and abroad
to value their shared common positive spirits of giving and communal solidarity, just as Mahjoub Sharif invested it and expressed in his work and poetry. The vision of the organization is to channel the genuine kindness of the Sudanese people with all their diverse cultures, religions, and ethnicities, and turn it into a real powerful tool for a change and for making a difference. The benefit of reviving and spreading the concept of giving back is that it enhances and strengthens the deeply rooted social solidarity sense already known in Sudanese traditional values. It turns these values into a more effective social tool for the good of the whole society, and in particular for those marginalized and disadvantaged in society. The organization aims to revive and spread this culture of give back among all the Sudanese people in Sudan and to support, helping them to think of creative ways to give back to their homeland from anywhere in the world. One creative initiative set by the poet Mujib Sharif within the Give Back organization in Sudan was the modestly named in the passenger luggage, which was simply to encourage those Sudanese returning to home for holidays or visits to bring them back in their luggage simply crucially needed things that can be used for those who needed them back home. Simple things such as water, such as bottles of medicine, a blanket, sets of pens and pencils, books, clothes, etc. His idea was aimed at the millions of Sudanese who live abroad and those whose gestures simply of help can make a huge difference for those in need. The project owns one very old, distinctively and beautiful painted car, and it's parked outside Khartoum Airport. And the idea is that the passengers at the airport arrivals in Sudan will easily spot the car and drop their donations to the driver without the need to travel or look for the organization, address, etc. A second initiative is named Reviving Goodness in the Hearts of People and Places, which encourages the public to donate or collect unwanted items of all kind, so that they can be reused by those who cannot afford to buy new items. The project asks people to look around in their homes, workplaces, and environment in order to identify the wealth of unnecessarily discarded stuff that can be useful. Through offering such things for others to reuse, we support the work of the Give Back organization as well as maintain our environment. Listening to all of us, and we really appreciate it. وحينما يكبرون يا أبي سيوفهم تزداد من سيوفك الطوال طولا لأن بذرة الحياة ليست الرصاص. عشك الليميني ميري ذكريني كل سنك أحسن يبقى مسطرينا نحن شعب أسطى يلا جيبوا مونا نبني 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 مسرحا ونادي مصنعا وبسطة حرب لالا لالا كبر استباليا صالة الثقافة تسرح الغزالة جنبها الزرافة الآن مع الأخت الناشطة لمياء في برزنتيشنز. في تاني مشروع الهكر وزي ما شفنا في الصورة دي مشروع الهكر كان مقصود به الناس ذوي الحاجات الخاصة يعني. فالفكرة كالآتي إنه أي زول فينا عنده حاجة في بيته في زقاقه في بيت بمبر كرسي مكسور باقي خشب انك تقوم تجيب الحاجات دي وتعاد صياغتها وتعاد تصنيعها منها الزول اللي حيشتغل فيها اللي هم تقريبا كانت الفئه بتاعت الشماسه في الطرقات يعني انه حيمتلك حرفه. زمان الغش الصناعي كان بيعمل الحاجه دي بعد دقيقه بقروش فبيقوا ما في طريق انه يمشوا فبيقوم الناس اللي بيتجمعوا اللي هو في الحوش اللي ورا بيته في ال21
بيشتغلوا في الشغل ده مثلا تطلع البمبر ده تلحمه تجلده ويتباع القروش اللي بتجي بتقوم بترجع لك بتقدر تدفع بقى قروشك بتاعت المحدغش الصناعي وتتعلم الحرفه بشكل بروفيشنال. وبعد ذاك الجزء من المشروع بتاع الهاكر انه هو مشى مثلا لدوله الامارات جمع تبرعات انه جاب كراسي بتاعت معوقين لان الكراسي مثلا في السودان كانت غالي شديد اجهزه بتاعت سمع للناس الصم مثلا بعد الالات بتاعت الكتابه للمكفوفين فالاطفال بتاعين المايقومه والامل وكذا فدي كان دي القصه دي المقصودين بها الهاكر. فكان انت بتتخلص من النفايات في بيتك وبتدي دعم لزول تاني فعنده قصته المعروفه بتاعت المهمر والمركون والفاضع عن الحاجه الصغرد عليك والجوه الثلاجه المنسي في الدولاب الكرسي في الحمام البمبر المكسور يسد كم حاجه يسد كم فرقه ما تقيفه فراجه الناس بالناس. ففكرة محجوب ما تدفع كثير يعني كل زول إمكانياته ممكن تكون إمكانيات الكرسيك المكسورة المجوع في زجاج البيت يعني فكرة التكافل زادة برضو من المشاريع الكبيرة صحبة راكب الخيري ولسه يعني صحبة راكب المشاريع حد الآن مستمرة اللي هي في فكرتها كانت كالآتي إنه أي زول بالنسبة لنا إحنا بالذات يعني الناس اللي قاعدين برا السودان وفي دول الخليج والدول الثانية إنه أي واحد راجع السودان يجيب معه حاجة بسيطة إن شاء الله كراسة إن شاء الله فستان إن شاء الله جهاز طبي أي شيء بتقدر تشيله ما خف شيله لك وسعره يكون معقول بالنسبة ما دخلت في أي أزمة مادية تجيبه السودان في عربة يتبرعوا بها الناس من الإمارات موجودة في مطار الخرطوم 24 ساعة العربية دي موجودة بتجي مطار الخرطوم بتسلم ناس العربية الحاجة اللي أنت جبتها بيقوموا بشيلوها بيحصل للحاجة دي حاجتين يا يعني إما تتباع والقروش دي ترجع للناس المحتاجين لها أو هي ذاتها تكون ممكن استغلالها يعني إذا كانت أدوية أو إذا كانت أجهزة طبية أو كذا. فيعني المشروع ده تمت يعني تمليك قشنة طبلية لزغل الأيتام والأرامل وفتحت بيوت كثير جدا. فدي صورة من المشروع اللي هم ديل في مطار الخرطوم. العربية ما ظهر كويس لكن هي عربية تبرعوا بها في واحد من مشيات محجوب للإمارات. فالمشروع ستيل مستمر في رد جميل وبرضو دي من المشاريع الكبيره جدا المحجوب اللي هو لما الناس اتجمعت في السودان اللي هو لما كان بدا معاه العيال بتاع محجوب ورفض انه لما جات الحكومه الانغاز تديه القروش يعني يسافر رفض انه يستلم القروش فقاموا الناس تبرعت وذكر الناس في استراليا هنا برضو تبرعوا في انه هو يساعد فيه ويتعالج فهو قام شاف انه والله يا اخي انا زول واحد وقدر الناس اللي يقدموا التبرعات لي في زول عيان وما في زول يقدر يعمل التبرعات فهو دا يرسل الناس ديل. فكرة رد الجميل كانت عبارة عن عيادات مكتملة الدكاترة فيها متبرعين بالشغل وبقت التبرع كله انه يمشي كان فكرة انه الموضوع ده يغطي كل السودان يعني انه يكون في عيادة مجاني بتعمل عمليات بتعمل كده حتى موضوع صحبة راكب يتكافل مع الشغل بتاع رد الجميل انك انت ممكن تكون عيان تمشي لرد الجميل تمشي الدكتور يكتب لك دواء غالي جدا جدا ينزل الدواء ده في الويب سايت زول يجي من المانيا ولا من بريطانيا ولا من استراليا يشيل الدواء ده يجيبه تمشي تستلمه وتتعالج به من غير ما تكون محتاج تدفع اي حاجه يعني فهو كان عباره عن شعور بالامتنان. اللي هو ده الكلام اللي انا تعرضت عليه الورقه دي في برضو الهبابه لسه مستمر لو اي زول داير يتبرع مش الهبابه ممكن يفتش اونلاين حلو التليفونات وطريقه الاتصال اللي هو دي للناس فكره الهبابه اللي هي مجله فيها كشكول بتاع شعر ومواضيع مهمه معلومات صحيه رخيصه جدا طبعتها ما بتكلف لكن مثلا انت جيت هي لاسر الناس الممرضين يعني مثلا ممكن يكون عندك طفل راقد في المستشفى 6 شهور امه دي بتكون قاعده معاه في المستشفى ما عندها حق الصابونه ما عندها حق السكر لانه دي الحكومه ما بتديها للناس في المستشفيات يعني. فالفكره انه الهباب العايد بيرجع لدين بيرجع مثلا للنسوان يعني هي زي المستشفى بتاعت ناس الناسوره البولي اللي هم بيحتاجوا مثلا لبس محدد وخاص وكده فيجمعوا التبرعات يدوها لي وكده في الوقت الحالي يعني قبل محجوب ما يموت بشهر الموضوع بتاع الهبابه ده قدر يوفر كيس
بتاع زبادي وصابون وغيار لكل الأمهات الأطفال اللي دي في مستشفى مدرمان ما بيقدروا لفترات طويلة يعني الناس اللي بيكونوا مرضين لفترات طويلة. فكرة الهبابة إنهم بيطبعوا الكتيب ده أنت ممكن تشيل الكتيبات دي تبيعها مثلا للناس في الباصات يتهببوا بيها بدل بالقرش في ما بقول لك في آخر محفظتك جنيه 2 جنيه أي شيء وتشيل الكتاب الهبابة ده وتبيعه أو كتاب الهبابة يتبنوا ناس يعني مثلا في زول في جهة ما في بريطانيا متبني إنها تقوم تطبع وتشيل فدي بتجيب دخل ثابت يعني لمشروع الهبابة. المشروع عنده يعني ستيل موجود ولو دخلت فتشته بتلقاه يعني إذا كان عندك الفكرة في إنك تقوم تساهم. فاللي هو حسي تأهيل مستشفى الدار والمزموم إصابة النساء بالناسور البولي الأطفال مثلا في السودان في مشكلة مثلا النسوان الأمراض النفسية يعني في تجان الماحي دي كلهم المشروع ده وفر لهم الدعم يعني. Aí sim, o bagulho. Termuma e faz. Aí sim.
فالكلام عن الأستاذ محجوب شريف كلام كثير يعني لا يمكن أبدا دول يقدر يحصروا في ورقات أو في ساعات، لأنه الأستاذ محجوب شريف هو مدارس ما مدرسة. يقول أنا ما شاعر، لكن شاعر الظروف لما كنت في الجامعة درست الشعر ومدارس. ونافذة استخدمها لترسيخ قيم عظيمة ساهم من خلال التعبير الشعري في أداء دور تربوي وترسيخ قيم النضال ضد كل أشكال الظلم والقهر. وجد السودانيون في أشعاره الصراع الطبقي، الفكر الماركسية، قيم التحرر وتحرير المرأة من كل أشكال الاضطهاد المجتمعي، قضايا الاختلاف العرقي والثقافي والديني، تحدى مبدأ السلطة المطلقة لحكام المستبدين. لقد وجد الناس في أشعاره واقعا يعرفونه جيدا كجوع بطونهم من خلال تجاربهم في التعايش مع واقعهم المرير. كان ذلك الصراع بين الحرب والسلام، كانت هناك القوة العميقة بين الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، مكان الدين من الصراع الاجتماعي، وكان هنالك تاريخ. الزملاء الأخوة الأماجد، على ذكر التاريخ، كانت هناك 25 مايو 69، وكانت يا حارسنا ويا فارسنا وياهو تحت تأثير الدهشة والانفعال وقلة التجربة والنهج السياسي. إنها جزء من تاريخ، والتاريخ لا يعرف الإنكار والتجاهل، ولكنه يعالج بالنقد والنقد الذاتي كما علمنا حزبنا العظيم. لقد تحمل الزميل مسؤولية ما كتب وناضل بشراسة ضد نظام مايو، وواصل مسيرة نضاله ضد العصر الإنقاذي حتى وافته المنية. لقد قضى سنوات طويلة في السجون والمعتقلات، ولكنه ظل صلبا وصامدا على مبادئه ومتفائلا بأنه لا هنالك ضوء بعد الحتمة، وديمقراطية بعد الدكتاتورية، وعدل بعد الظلم. لقد كان الزميل محجوب عضوا فاعلا في الحزب الشيوعي السوداني، جسد انخراطه في الحزب الشيوعي واقتناعه برؤية الحزب وتشخيصه لقضايا الواقع السوداني وسبل الخروج من الأزمة الوطنية الخانقة التي تمسك بتلابيبها الوطن. لم يكن الزميل محايدا تجاه قضايا الصراع الاجتماعي والسياسي، ولكنه أعمل نهجه الأيديولوجي السياسي لإنتاج هويته حول صراع الثروة والسلطة في السودان. واستنادا على هذه الرؤية، سعى الزميل محجوب لتأليب المسحوقين ضد جلاديهم ودعوتهم للثورة ضد أشكال القهر والاضطهاد عبر المفردة الشعرية التي تعتبر أداة من أدوات النضال وملامسة لنبض الجماهير في أدبيات حزبنا. إن الكتاب والشعر والإنتاج الأدبي عند الزميل محجوب لم يكن مجرد نزوة، إنما كان يكتب من أجل أن يحدث تأثيرا ملموسا على مستويات مختلفة من ضمنها السياسي. لقد استلهم الزميل المرتكزات الفكرية السياسية للحزب الشيوعي بالإضافة لثقافة الشعب السوداني بكل ثرائها وتنوعها ليحولها لطاقة إبداعية تزويرية. لم يجنح على امتداد تجربته لاستخدام الإبداع للهروب من واقع الهكر والبؤس، ولكنه ظل يوظف إبداعه من أجل إسراء ذات الواقع. إن زميل محجوب ابن الواقع السوداني بكل معطياته، لذلك تفاعل من خلال كتابته مطالبهم السياسية والعملية.
دعا من خلال أشعاري لترسيخ قيم الديمقراطية التسامح والحقوق السياسية والمدنية. كل عنده دين، كل عنده رأي، ما في حاجة سايب. إنه ابن نضالات الشعب السوداني، وحق للشعب السوداني أن يفخر بنضاله ضد تمدد الرأسمالية الطفيلية ونهشها في جسد المجتمع السوداني. حق للسودانيين في حياة كريمة، العدالة الاجتماعية والسلام. في الحقيقة إحنا نشأنا بنعرف أشعار محجوب شريف في مكافحة الديكتاتوريات العسكرية، وكل ما الزمن اتطور تجربة محجوب شريف عشان تبقى أكبر من كتاب الشعر، عشان تلمس لدان الشعب السوداني وتغير في الواقع المر اللي بيعيش الشعب السوداني في الوقت الحالي. فقد كبير للجالية السودانية وفقد بارد عوض، فهو قدم العديد من الإمدادات للشعب السوداني وعنده كثير من الإسهامات التي طبعا اليوم احتفلنا بتخليد ذكرى الأستاذ الشاعر محجوب شريف. محجوب بالنسبة لنا رمز وطني لكثير مما قدمه من شعر وطني ومن خدمة الشعب السوداني في مختلف المجالات. الفقيد كان رمز وطني، كان فقد عظيم بالنسبة للوطن، والعزاء الوحيد بالنسبة لنا التراث العظيم التراث الكبير اللي تركوا خلفه الشاعر محجوب شريف. ونتمنى إنه كل الأجيال القادمة تمشي على نهجه، على تتخذ الأستاذ محجوب شريف والشعر بتاعه والتراث بتاعه كقدوة، ونتمنى إنه ذكراه تفضل خالدة بيناتنا إلى الأبد. وفي هذه السانحة نود أن نشكر الإعلام الأفريقي أفريكا ميديا لتغطية هذا الاحتفال، وشكرا جزيلا. محجوب شريف هو كاتب عظيم، وكان يتكلم عن المرأة السودانية. المياء عوض شوقي، مشاركة في الجمعية المهتمة بإحياء الذكرى محجوب شريف. محجوب أنا كزول عشت في السودان وعاصرنا زمن محجوب واشتغلنا سوا، فمحجوب شاعر وشيوعي وسياسي وإنسان بما تعني الكلمة. كان كلمة كانت مهمومة بالسودان البسيط، بالست الشاي وبيعة الكسرة والعيان وكذا، فكل الحاصل إنه حاولنا نأخذ جزء من شطه في الفترة دي ونوري أولادنا الموجودين هنا يعني حصل في الفترة بتاعت محجوب. يعني فمحجوب باغي مع الناس لأنه كل البناء وكل العمل السن موجود، والله فرد عظيم. الشكر موصول لأفريكا ميديا أستراليا لاستضافتها الشغل ده، وإن شاء الله تواصل. أنا اسمي حميدة، و it's really sad that we lost him, unfortunately. My name is Mariam, and it's very sad that we lost him. He has lots of memories and he's wrote lots of books and novels and poems. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي تماضر محجوب علي. نحن الليلة عاملين احتفالية بمناسبة أربعينية الأستاذ الراحل المقيم محجوب شريف، ونحن طبعا بمدينة ملبون بأستراليا بنحتفي بحياته السرة يعني بأعماله الكثيرة جدا شعرية ومناهضته لزمن الاستعباد والقهر في السودان وأعماله الإنسانية، وهو إنسان ما هين كله حياته كانت سرة وطويلة ونكران ذات وكده يعني. فاليوم بنحتفي بحياته، بنحاول نقدم له جزء بسيط من اللي هو قدمه لنا للأسرة السودانية وللمرأة والطفل بالذات. شكرا جزيلا. My name is Khalil Sharani and I would like to tell you about the sadness of losing a man named Mahjoub Sharif. He was a very good poet, and in Sudan he inspired a lot of people and made lots of books about himself and about his poems, and a lot of people were inspired by him, and he helped through a time when it was marred with war. عابد عقيد، مقرر
تخليد مقرر لجنة تخليد ذكرى الأستاذ محجوب شريف بميلبورن أستراليا. هدفنا من هذا إحياء الذكرى ليس تأبين وإنما هو إحياء تخليد لذكرى محجوب شريف الذي ألهم كثير جدا من الشعراء حول القصائد الثورية. وفي الحقيقة محجوب شريف هو عبارة عن مشروع إنساني متكامل، ليس شاعر فحسب. محجوب شريف هو الإنسان الذي ابتدع ثقافة الفقير، هو الذي يدعم الفقير، فكان رد الجميل وكان النفاج وكان مشروع المكتبة المدرسية وكان الهكر وكثير جدا من المشاريع يعني.